صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن الخيانة في الحلم. والحين وصول ضيفتنا العزيزة، أحب أرحب أولا بصديقتي الإعلامية منة عبد الله. صباح الخير يا منة. صباح الخير يا أسلام. هنتكلم النهاردة يا منة مع بعض كده عن الحلم. تمام. الحلم اللي احنا بنحلم بيه طبعا واحنا نايمين، الأحلام عموما دايما ناس بتحلم تقول لك أنا لو نمت على جنب اليمين، لا نمت على جنب الشمال، دايما الناس تقعد تتكلم في موضوع الاحلام ده. رايك انت في موضوع الاحلام؟ بيكون ليها دلائل في حياه الانسان اصلا، يعني بيكون ليها دلائل كبيره في حياته، او بيكون ليها معاني كبيره في حياته. ان الشخص لما بينام ويحلم بحاجه بتبقى مؤثره في عقله طول الوقت. انا حلمت كذا، طب ده تفسيره ايه؟ وبيقعد يتسائل اسئله كتير حوالين الموضوع ده. طبعا الاحلام عموما بيبقى شيء كويس، بس واحد يحلم ان هو لابس فستان بتاع واحده، عفوا، تحلم ان هي لابسه فستان او بيتجوز او ايا كان، دايما تلاقي ان سبحان الله ممكن يكون الحاجه الفرح عكس في الحلم. في الحلم يعني مثلا لابس بدله عريس، لا ممكن تلاقيها ممكن يكون المعنى سرور، بس هو القصد في الحلم بيه حزن او تعاسه على الشخص ده. ممكن بتفرق فعلا في الحلم عموما، يقول لك انا حلمت ان انا بتجوز، لا ده العكس فيه كذا في بالطبيعة حزن وكذا كذا. صح. وطبعا هو الحلم بيختلف عن الرؤية طبعا، يعني صح. الحلم له طبع والرؤية لها تفسير تاني. بيقولوا الحلم مش شيطان، يعني مجرد يعني مش وقائع او حقيقي. حتى في اغنية اتعملت بيقول لك لو بطلنا نحلم نموت. يعني في اغنية كمان اتعملت عن الاحلام. هو الحلم عموما في حد ذاته، يعني على حد معرفتنا، ان هو بيبقى عباره عن تفكير العقل الباطن الواحد وهو نايم. أيوة. بيفكر في حاجات، بيفكر في مواضيع، بيفكر في مشاكل اسريه، بيفكر في امور في العمل. وبيبقى الحلم اوقات متاثر على التفكير بتاع البني ادم ده، يعني مثلا نايم بيفكر في حاجه، فالحلم بيجي مؤثر على الحاجه اللي هو بيفكر فيها وقتها. فأوقات مش بيبقى يعني حقيقيه، بتبقى طبعاً مجرد هو تاثير. كله من نسج الخيال، او زي ما بيقول لك كده من العقل الباطن. صح. زي اللي بيتكلم مثلا برضو اللي بيحلم بشخص عزيز عليه توفى، بيحلم مثلا بمناسبه، بيحلم عنده مناسبه مثلا او طرقه شغله باله مستنيها، عنده احتفال، عنده تكريم، عنده اي حاجه من دي. بيكون ده بسبب تفكيره الزايد في طبعاً الموضوع ده. طبعا لان والحلم عموما في حد ذاته شيء كويس، يعني صح، الواحد بيحلم كده وبيفكر وبيعمل. حتى النهارده موضوعنا النهارده عن في الحلم عن الخيانه في الاحلام. يعني الخيانه حتى مش مجرد واقع احنا عايشينه كمان في الحقيقه او في الحياه العاديه. صح. ان في خيانه وفي كلام من ده، لا ده الخيانه كمان وصلت ان هي ممكن تبقى في الحلم. في الحلم يعني ممكن احلم كمان ان صديقي بيخوني في العمل، زميلي بيخوني مثلا في دراسه، في شغل، في ايا كان. ده اوقات برضو بيكون مترتب على الشكوك الداخليه اللي بيكون جواك، او من جهته هو يكون فيه اصلا شكوك يعني حقيقيه. طبعا انا سبحان الله، انت بتحلمي بالشخص اللي هو دايما بتحس ان الغدر من ناحيته، انت تحسيه اصلا في الطبيعه او في الواقع في التعامل معاه تحسي انه ممكن يبقى في غدر من ناحيته. ترجعي بعد كده برضو في خلال النوم او التفكير في الموضوع دايما تبدأ تلاقي نفس الشخص جاي لك في الحلم. في الحلم فسبحان الله دايما كده ناس يقول لك ايه، انا حلمت بكذا قبل ما يحصل لي. صح. ليه واحد يقول لك انا حلمت بكذا قبل ما يحصل لي؟ ايوه، بيكون الفتره دي اصلا بيكون مثلا لما بيفكر في حاجه بيتروح فيها الافكار بتاعته، ويمكن يصحى فعلا يلاقي الاحداث دي واقعيه، يقول ده انا لسه حلمان حاسس ان في حاجه هتحصل، فبتكون احداث واقعيه. انا عن نفسي بصراحه حلمت احلام بصراحه يعني من فتره احلام غريبه، وتلاقي الحلم فيه حاجات غريبه كده وحاجات. صح. ما انتش عارفه، يعني ممكن تحلمي بحاجات ما انتش مصدقه ان ممكن تحصل لك في الواقع. معظمها بتبقى احداث واقعيه، ومعظمها بتبقى تخيلات بس، مجرد احلام. يعني عايزين نقول الحبكه الدراميه بتاعت الحلم. صح. الحبكه الدراميه بتاعت الحلم. هو الحلم عموما ممكن يبقى تعبير او تنفيس عن الشخص من جواه، ان شايف حاجه على الواقع او شايف حاجه قدامه مش عارف، يعني مش عارف يخرجها من جواه، او مش عارف يقولها، او مش عارف يعملها. ساعات بيحلم بيها برضه وهو نايم. صح. يعني انا ممكن مثلا ابقى متضايق من شخص، او زهقان منه، او في موقف مضايقني جدا او مزعلني، انا مش قادر اتكلم من جواي، فبتبدا ترسم أنا الاحداث بتبدا ترسم الاحداث دي خياليه في الواقع، علشان انت مثلا تشوفها في الحقيقه، بس هي بتكونش واقعيه، بس بتقدر ترسمها انت في خيالك. يعني انا حصلت معايا شخصيا في بعض المواقف ممكن ابقى مش في الموقف نفسه، ما مش عارف اتكلم، او انا مش عارف اطلع الطاقه اللي جوايا، او الغضب او الفرح اللي جوايا، لا احلم بيا بالموقف واحس ان انا كده عملت الموقف بجد ونفذت الحقيقه ديت في الحلم. بس احسن حاجه في الحلم ان الواحد هو نايم ما بيبقاش مسيطر على حاجه، او بيبقاش مدرك بقى وهو نايم بيحلم كل اللي
كل الاحداث حاصله قدامه. ممكن يصحى الصبح ما يلاقيش اي او ما يفتكرش حاجه من اللي حصلت اصلا في الحلم امبارح. ما هو بتحصل ان هو يكون مثلا يحلم بحاجه ويصحى مش فاكر اي حاجه من اللي حصل، بس حاسس باحداثها او مؤثره عليه جسديا في تفكيره. ممكن انا في ساعات الواحد بيصحى من النوم بيحس ان الحلم اللي كان بيحلمه ده اثر فيه بجد، يعني لو نام بيحلم انه بيتضرب معنويا وجسديا. تحس ان هو كان بيتضرب فعلا، تحس ان جسمه مكسر كده مؤثر فيه. فالحلم عموما مجرد تحلم بطفل، تحلم بحاجات، تحلم بحد مات، يقول لك واحد جه ادالك رغيف عيش في الحلم، واحد مش عارف ايه. فالاحلام كتير. وعلى فكره اللي عايزين نقوله برضو ان الحلم ده علم، صح؟ مش اي حد يفسر، مش اي حد يقول، تمام؟ لان ده علم فعلا. ابن كثير وابن سيرين، الناس دي فسرت الاحلام وكتبت عنها مقالات كبيره، ومشايخ كتير اتكلمت في الموضوع ده، والازهر برضو اتكلم في الموضوع ده. العمليه مش هي يعني يا جماعه ما تجيش تقعد جنب واحد تقول له ده انا حلمت امبارح ان انا مش عارف بجري ورا مش عارف ايه وبعمل ايه، والثاني يقول لك ايه يوم داخل على النت فسر له الحلم. يبقى ما هتكسب مش عارف. اوقات اصلا بيكون الحلم جاي مظبوط او صح، او بتكون رؤيه ومجرد التفسير ليها بيبوظ الحلم وبيبوظ الرؤيه بتاعته، ممكن ما تتحققش. بس مش معنى برضو ان انا فسرت الحلم مثلا قلت لك لا ده انت هيبقى كذا وتبدأ ان انت فعلا تلاقيه اتحقق، يبقى هو كده اللي تأمن باللي فسر الحلم ده او تعتقد او تأمن. لا طبعا. وتمام. وفي فرق كبير جدا ما بين الحلم والرؤية، وفي فرق بين ان انا اقعد مع مفسر احلام اسمع منه واتكلم معاه ويفسر لي الحلم بتاعي حتى لو طلع مظبوط، وفي فرق بين الدجال. صح، ده كده شغل تاني، ده شغل تاني، وده تمام؟ موضوع تاني. شغل تاني. يعني مش معنى كده برضو، يعني انا بتكلم في ايه، في نقطة ان الناس اروح مثلا لمنة تفسر لي حلم والحلم يتحقق. منا يا خرب يا عم، اعتقدت فيها خلاص بتعرف ده خلاص، ده منا يعني ده عارفه كل حاجه. ايوه لا ده شرك طبعا. ده مش معنى برضو ان انا بفسر حلم او الحلم جت معايا كده مظبوطه صح ان انا بقى بعد كده اقعد اصدق مثلا او اعتقد في اللي قدامي او خلاص ده هو قال لي ان يعني مش هخلف خلاص يبقى مش هخلف. لا مفيش الكلام ده. كل العمليه كلها برضو في الاول وفي الاخر بيد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده مجرد حاجات كده، حاجة في العقل الباطن، الواحد نايم بيحلم ده شيء عادي جدا وشيء طبيعي جدا. أو أوقات بتكون مجرد إشارة بس من ربنا للشخص ده مثلا بنصحه بيها عن طريق الحلم، بيكون مثلا شخص بيتمنى ممكن حاجة. ممكن فعلا زي برضو لما بيجي يتقدم عريس لبنته ولا حاجة تقول لك أصلي استخارة وشفت إيه في المنام شفت إيه. فهي أوقات بتكون إشارة من ربنا مثلا الشخص ده تايه أو محتار في أمر، فمثلا بيصلي استخارة وينام بقى عشان يشوف مثلا في حلمه حاجة. أوقات بتيجي على طريق حلم أو طريق أي حاجة تانية، بس أكتريته بتيجي على طريق الحلم ده، فيقدر من طريق الحلم ده يقدر يعرف ربنا مثلا أرشده لحاجة أو كده، فهو له دلائل كتير. هو دايما سبحان الله في الأمور اللي تلاقيها مستعصية على البني آدم يقول لك صلي استخارة ونام وشوف أنت هتحلم بإيه. صح. يعني دايما كده في واحدة متقدم لها عريس، واحد عليه موضوع عليه مثلا مشكلة كبيرة مش لاقي لها حل، واحد بيفكر في موضوع كبير مش عارف ياخد فيه قرار. صح. تمام. فساعات الحلم برضه بيبقى مرتبط بمصير الانسان او بحياته. هو بيكون اوقات للانسان ملجا وحيد ما فيش غيره، هو بيلجا له ساعتها، وربنا ساعتها بيكون بيفسر له دوت في الحلم بتاعه او بيبين له او بيوضح له الامر ده في الحلم بتاعه. هو انا بقول لك ده ساعات ممكن يحدد مصير البني ادم. صح. ما انت دلوقتي بتصلي عشان مثلا تاخد قرار اي او لا. برضه التاني اللي مثلا بيفكر في مشكله او بيفكر في عمل او بيفكر في حاجه او بيفكر في موضوع معين، هو برضه بيصلي صلاه استخاره وبينام يقول لك انت حلمت بايه. وممكن ما يحلمش برضه، مش معنى كده ان هو اوقات ما بيكونش على طريق حلم، بيكون على طرق تانية، ممكن يكون عن طريق موقف او حاجه تحصل له. صح. تمام. فالاحلام عموما هي شيء جميل اصلا، الحلم ان الواحد ينام ويحلم. تمام. طبعا الحلم بتاع الكبار غير حلم الاطفال، تلاقي الطفل بيضحك كده وهو نايم يقول لك ده حلم ان هو مش عارف ايه. طبعا. الناس برضو بتفسر بمزاجها، يعني احنا يا ريت برضو نعرف ان ده علم، مش مجرد، مش اي حد يفتي يعني من الاخر. صح. مظبوط. مش اي حد يقول، مش اي حد يقول لك ده تفسيرها كذا، ده انت حلمت يبقى انت يقول لك ده القهوه خير ومش عارف ايه والكلام من ده. عادات التقاليد دي. ده شيء طبيعي عند الشعب المصري ده. القهوه تدالها يقول لك خير ويقول لك هتتكسي. دي مالهاش دعوه بدي خالص. تمام. فالحلم مش معنى ان هو انا حلمت بحاجه يبقى انا هستناها ان هي تتحقق تاني يوم. لا. صح. مظبوط. فاهمه ازاي؟ لا ما مش شرط. تمام. مش شرط ان انا احلم مثلا ان انا جبت عربيه يبقى انا خلاص هجيب عربيه.
ممكن تكون بشرة او يعني خبر صار ليك بيفرحك مثلا او بيشجعك على اتخاذ اي قرار واخده في حياتك وقتها، لكن مش حقيقة يعني. وعلى فكرة في حاجات برضو في الحلم بيبقى لها دلائل تانية خالص. يعني أنا ممكن مثلا أحلم بعربية، لا ده في تفسير ابن كثير مثلا وابن سيرين ده العربية ديت حاجة العربية تانية، شر عليك شر ممكن، مثلا، اي مش شرط إن أنا حلمت بعربية يبقى أنا هيجي لي او عربية، انت أو مثلا أنا جبت حلمت إن أنا لابس بدلة عريس يبقى أنا هتجوز، لا ده او أنا ممكن يكون الحاجة اللي أنا بحلم بيها لها تفسير تاني أصلا في الطبيعة أو في الواقع أو في الحقيقة. صح مظبوط. تمام، يعني بتفرق مثلا انت جبت عربيه مش هتكون مثلا حاجه كويسه ليك، انت بتفرق مثلا جبت عربيه ركبت فيها مثلا سوقتها بسرعه ولا بطيء، يعني بتفرق نفس الحركات، يعني لو بسرعه مثلا يبقى في مشكله في كذا، فالتفسير بتاعه بيختلف تماما. وبعدين بتحس ان انت في الحلم عايشة برضه حياتك الواقعية. يعني في الواقع في خير وشر، في فرح وحزن، في لا في الحلم الحلم برضه نفس تلاقي فرح النظام وحزن، برضه حاضرة فرح، حاضرة ميتم، صح، في خير بيحصل ومتألق لك، في كمان في شر الدور بيحصل لك. وعايشه بالظبط، وتلاقيه لو حزن فعلا حزين من قلبك، لو فرح بتبقى فرحان، اه ده يعني قايم حتى فرحان من الحلم او فعلا عايش شعور بجد، في احلام بتحس ان انت عايشة فعلا، عايشه عايشة واقع او عايشة حاجة بتحصل، حدث بيحصل فعلا. صح. يعني ممكن يعني انا في مره من المرات حلمت ان انا في فرح واحد زميلي، تمام، من اول الفرح لاخره كانه في الفرح بالظبط. يعني تفهم ازاي؟ يعني وقفنا فرح معاه، وسرور، رحنا القاعه، مش عارف ايه، الفرح نفسه، في الفرح، في احداث الفرح لغايه ما الفرح خلص. لا في احداث كتير بجد بتخليك بتعيشك في الواقع، او الحلم نفسه ساعات بيخليك ان انت عايشه في الواقع فعلا. واوقات بيكون اصلا الواقع بتاعك يعني مسيطر عليك قوي، فما فيش ملجأ وحيد غير الحلم اللي انت بتضطر تخرج فيه او بتخرج روحك ما فيه. هو احنا لازم نحلم، لان احنا ما طبعا ينفعش، لازم، حتى ما ينفعش النومه كده من غير حلم كده، لا طبعا حاجه تسلي الواحد كده وهو نايم. انا اعتبر ان الحلم ده حاجه بتسلي الواحد وهو نايم كده، طبعا تمام، خرجوا. يعني حاجه كده ايه، تنشط العقل كده برضه. يعني بيقول لك الحلم ممكن يديك، انا يعني على ما سمعت، انا مش متاكد من المعلومه ديت، على ما سمعت ان بيقول لك الحلم بيديك قدره اعلى في التفكير، بيديك تنبؤ لو بسيط بحاجه ممكن تحصل، تمام، بس يعني طبعا الله اعلم بالمعلومات ديت اذا كانت دقيقه ولا كلام برضو اتقال او كلام من ده، لان معظم المعلومات اللي بتتقال في المواضيع اللي زي ديت لو مش واحد دارس او فاهم، تمام، هتلاقيه بيقول اي كلام، وطبعا يعني ما فيش، مش هيقول حاجه معلومه صحيحه. فاهم ازاي؟ مظبوط. هو المفروض المعلومات دي تاخدها من عالم او من علماء او من حد موثوق منه. ما هو المفروض ان انا طالما هتكلم في مجال او في علم، يعني المفروض ان احنا اصلا هنا في مصر طالما هنتكلم في مجال او في علم يبقى نتكلم عن دراسه، ما نتكلمش اي كلام كده واي حاجه، ومش عارف الشيخ لان امين كل والشيخ حاجه مين وليها دلائل وليها اه اسباب ايوه، لان انا ممكن الوقت اعشمك في حاجه بحلم، تمام، ويطلع بعد كده العكس. طب ما انا كده ما فتكيش بحاجه، يعني ما اقول لك انت هيحصل لك كذا وما يحصلكش كذا، طب فين بقى انت الوقت بتكلمني بناء على ايه؟ يبقى المفروض انا من وجهة نظري المفروض ان اللي بيتكلم ده يكون دارس وفاهم، وانا كشخص برضه ما اروحش لاي حد، صح، ما اقعدش تختار جنب شخص واحد زميلي كده واقعد اقول له ما ده انا حلمت امبارح بكذا وهو يقعد يفسر لي بقى وانا اسمع له، لا صح لا، الشخص المتخصص علشان يديني المعلومة صح، لان ده علم، الحلم ده علم، تمام، له دراسة، له كتب، له مشايخ كتير اشتغلوا عليه، وله دراسات كتير وابحاث كتير، صح، مش اي حد يدخل مش في ان انا الموضوع بقى اقعد دوت بقى، ويقدر ان هو يكون قده فعلا ويفسر فيه. مش انا اقعد بقى الف مثلا ده حصل كذا، لا هيحصل كذا، لا مش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. يعني يا ريت اللي ندي لكل واحد تخصصه ولكل واحد مجاله وكل واحد علمه، تمام تمام، ما مظبوط. نقعدش ان احنا نشتغل مننا لنفسنا كده، ما نقعدش ان حتى لا، حتى لو هنعتبر ان ده حاجه بسيطه، يعني هنعتبر مثلا الحلم ده وليكن مثلا موضوع بسيط او علم بسيط مثلا بالنسبه للناس، يا الناس بتحس بتكبر ان يا عم ده الموضوع حلم، وانا بتاع انت الحلم. ده حته حلم، وانت ايه يعني انا هنغلب فيه، ده حته حلم، لا ما نستهونش بيه برضه، تمام، صح، فاهم ازاي؟ او ما نقعدش ونتكلم كده كلام ارتجال وكلام من ده، ان احنا ده كذا يبقى كذا وكذا يبقى كذا، يا عم ده انا كنت حلم حلم زيه قبل كده ومش عارف ايه. لا هو سواء في الحلم اصلا او اي امور غيره، المفروض الواحد لو في اي امر من دول يستشير حد فاهم كويس او عنده خبرة كويسة في اه على المجال، علم، مش اي حد يروح يسأله. لازم اطلع على علم او اسال حد اهل علم، ده اسالوا اهل، يعني الايه القرانيه بتقول لك واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني اسالوا الناس اللي متخصصه، صح الناس اللي في مجالاتها فاهمه، ايوه لان ده مش موضوع، مش موضوع صغير يا جماعه، ده علم، فاهم ازاي؟ ده علم برضه وله كتب وله ناس مفسرين وله مفسرين كبار
ولغايه النهارده برضو له برضو في الازهر مشايخ بيفسروا الاحلام. والرؤيه طبعا الرؤيه ده طبعا بتختلف عن الحلم جدا. تمام. في اللي بيرى ان هو شاف رسول عليه الصلاه والسلام في في المنام، وكل طبعا كل واحد على حسب رؤيته على حسب الحلم اللي شافه. تمام. هنخرج فاصل وراجعين. ورجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما اتكلمنا من شويه قبل الفاصل ان احنا دايما عايشين في حياتنا الطبيعيه ما بين الخير والشر والفرح والحزن، وده برضو بنلاقيه في احلامنا من خلال نومنا في بنحلم ان احنا في خير وفي شر وفي فرح وفي حزن. طيب برضو احنا عايشين في حياتنا الطبيعيه هنا وفي الواقع بنلاقي دايما خيانه من صديق من زوج من صاحب من ابن، هل الكلام ده بنلاقيه برضو في الحلم؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده الخيانه في الحلم، واللي هيوضحه لنا ويتكلم معانا فيه باستفاضه النهارده الدكتوره سماح العجمي مفسره الاحلام ورؤى المنام. صباح الخير يا دكتوره سماح. صباح النور. دكتوره سماح مرحب بك، بنرحب بحضرتك في برنامجنا وشرف لنا وجودك معانا النهارده. عايزين نبدا نعرف من حضرتك حلم الخيانه، ايه المقصود بحلم الخيانه؟ صباح الخير الاول، وصباح الخير على الساده المشاهدين، سوري على التاخير. شكرا. معلش بقى. تتحملونا. تمام. نبتدي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاة نحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا بها أبواب الستر والصحة والرزق يا رحمن. الخيانة موجودة إذا كانت في الحياة في الحقيقة يعني أو في المنام. في المنام المنامات بتأهلنا للواقع، يعني مثلا في أحلامنا بنشوف المنام يا إما رؤية تأهيلية يا إما رؤية تحذيرية. إيه هي الرؤية التأهيلية؟ إنها بتأهلنا لحاجة معينة هتحصل لنا، خير بقى شر حزن فرح، تكون صدمة انت مش هتتحملها. احيانا برضو الفرح بيكون صدمات قوية عليك ما بتقدرش تتحملها، فربنا بيبعت لك في المنام اللي يأهلك لده. بتبقى عارف يعني ان في بوادر خير او في بوادر شر، ما بتبقاش مصدوم لما تعرف. الرؤية التحذيرية بتكون بتحذرك، اللي هي هنتكلم عنها النهاردة. احلام الخيانة كلها بتبقى رؤية تحذيرية. ايه هي بقى الرؤية التحذيرية؟ انها بتحذرك من شخص، من مكان، من شغل داخل عليه، من علاقة، جواز، أيا كان، بتحذرك منها وبتحذرك من أشخاص. دلالات في المنام بتشوفها، بتقوم من المنام حتى حاسس إن أنت لا خلاص أنا مش هروح المشوار ده. يعني مثلا لما بتصلي استخارة على شغل، بتقوم من النوم، ممكن ما تحلمش بس بتقوم من النوم خلاص أنا مش عايز أروح الشغل ده، أو لا أنا هكمل مثلا، انا مش هكمل العلاقه دي، او لا انا مرتاح حاسس ان انا. دي اللي هي الرؤيه التحذيريه، دي كلها رؤيه تحذيريه. بالظبط، بتيجي في المنام وبتيجي في الغالب بتكون في الاستخارات كمان. تمام، ناخد المداخله ونرجع لحضرتك. تمام، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. اتفضلي يا فندم الدكتوره مع حضرتك. اتفضلي. انا عايز اسال عن الكلب الاسود في الحلم. الكلب الاسود في الحلم؟ تمام. متزوجه؟ متزوجه يا فندم؟ مين؟ متزوجه؟ ايوه. تمام. اوكي. خلاص ماشي يا فندم، شكرا. الدكتوره هترد على حضرتك. اتفضلي يا دكتور. نفسر الرؤيه وبعد كده. اتفضلي. هي سالت في العموم رؤيه الكلب الاسود. اوكي. الكلب في العموم بيكون عدو في حالاته كلها الا حاله واحده. ايه هي الحاله دي؟ لو الكلب ده ماشي جنبك ما بيتكلمش، ده معناه ان هو حارس، في حد بيحرسك في الحقيقه. شخص بيبقى معاك في تطورات حياتك، ماشي معاك في الحياه اليوميه، بيحذرك، بيخليك يعني صديق، هنقول صديق. اوكي. الجميع بقى الرؤى للكلب بتكون عدو. لو هوهو بيبقى حد بيرميك بكلام، لو حاول يشد هدومك مثلا من عليك بيبقى حد عايز يكشف ستر، لو هو حد جري وراك بيبقى حد عايز يأذيك، لو طبعا عضك او كده بيبقى خلاص حد اتمكن من اذاك. والله اعلى واعلم طبعا. تمام ماشي، نفهم مداخله ثانيه. اوكي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا باشا. اتفضل الدكتوره مع حضرتك. انا بحييك وبحيي الدكتوره الصراحه، وبحيي فريق العداد المحترم بتاع صحر وجمال. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. كنت عايز اسال على حاجه يا فندم. كل اللي بيفسروا الاحلام التفسير كل واحد، ولا في ناس يعني مثلا يعني وجهه نظر؟ يعني الناس بتفسر كله التفسير نفس التفسير، ولا الناس ولا الاراء بتختلف في التفسير؟ الله ينور عليك يا استاذ. تمام يا
تمام يا فندم، شكرا. الدكتوره هترد على حضرتك بقى. ايه السؤال الجميل ده؟ لا ده سؤال جميل جدا، احنا بنشكره عليه. السؤال جميل فعلا. تفضل. طيب الرموز ليها تأويل معين، يعني مثلا لما الامام ابن سيرين نزل كتابه تفسير الاحلام، الرموز فيه تفسيرها معين، يعني الكلب عدو، الفار كذا، الحاجات دي كلها، لكن بتختلف من طريقه لاخرى. يعني انا ليا طريقتي وحد غيري ليه طريقته، بتفرق في طريقه توصيل المعلومه او الشرح. انما الرموز ثابته. لا الرموز ثابته طبعا طبعا، لكن الحاجات اللي جوه الحلم بقى هي اللي بتفرق. يعني انت مثلا ممكن تبحث على جوجل على تفسير حلم، فتيجي حلمت ان انت مثلا ماسك تفاحه وبتقشرها وبتاكل فلان منها وكده، مش بيفسروا لك الحلم كما هو، هو بيقول لك مثلا التفاحه كذا في المنام كذا. بس ماسك مثلا سكينه كذا، لكن مش بيفسروا. طب مش بيفسر الحلم على بعضه كله؟ يبقى الرموز بس. ده بقى اللي بيخلينا نقول ان لما حد بيحلم ما ينفعش اي حد تاني يفسر. كنا لسه برضه قبل وصول حضرتك بنتكلم انا وزميلتي الاستاذه منى، اتكلمنا برضه في الموضوع ده وقلنا ان مش اي حلم تحلمه تروح جنب اي حد وتقول له فسر لي الحلم ويتكلم، لان ده علم. طبعا الرؤيه طبعا وله دراسه وله كتير كتب كتير. كما فسرت وقعت صح. صباح الخير يا دكتوره. صباح النور. لما بنحلم بخيانه، وخصوصا الخيانه دي بتكون مثلا من الزوج، بتبقى الخيانه دي فعلا خيانه ولا العكس؟ لا مش شرط، بتفرق لو الحلم ده يعني ست، طبعا على اساس ان الست هي اللي بتحلم. اوكي تمام. لان دايما الرجاله هم اللي خاينين. ليه بس؟ الستات ولاد حلال جدا. طيب خلاص ماشي. الستات ولاد حلال جدا عايشين. لما الست بتحلم ان جوزها بيخونها، مش شرط، ممكن تكون هي على حالتها النفسيه بقى غيرانه، بيبان من المنام اذا كانت غيرانه قوي عليه، اذا كانت هي بتشك فيه اصلا، يعني حسب حالتها النفسيه. مش بس حالتها النفسيه، احداث الحلم كلها بتبين ده. تمام. يعني مثلا لو واحده بتحلم بشخص معين مع زوجها، انسانه معينه، والاحلام دي بتتكرر، ان هي مثلا بتكلمه مره فون، مره شات، مره هي معاه مثلا في السرير، فهي لازم ساعتها تحذر من الشخصيه دي. طبعا حضرتك بتفهمي بقى انت الحلم سواء نفسيا او ايه اللي خلاها حلمت بالحلم ده، طبعا من خلال سرد طبعاً الحلم نفسه. طبعا طبعا. بص هو الرؤيه من ثالث سطر تقريبا الرؤيه بتظهر. تمام. يعني مش لازم بقى الشرح الطويل ده. خلاص هي من ثالث. بالنسبه لشغل حضرتك فاهمه هي كده اللي هي زي تركيه كده. المنام يظهر ليك. معانا مدخله يا جماعه. الو. صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل الدكتوره مع حضرتك. سمعت على كلام الدكتوره. اهلا بيك يا حبيبتي. اتفضلي. بص لو سمحتي، انا ست متجوزه واحلمت مره ان هو جوزي يعني مش اتجوز عليا، مسكت ايده قلت له يعني من اخر الكلمه، فمسكت ايده كان يوم خميس، فكل يوم متعقد يقعد معايا يوم الخميس. فراح وقف، مسكت ايده ووقف، ده حلم. بعد حلمي ثانية يعني. ثانية بس اهدي، بس اهدي استني عشان انا اسمعك. عشان اسمعك بالراحة بس عشان الدكتورة تاخد بالها. يعني انت حلمتي ان زوجك تزوج عليكي صح كده؟ بس هو في البيت يعني كان ماشي، رحت مسكت ايده وقلت له معلش، قلت له انت ليه ماشي حتشيلنا النهارده، وراح وقف يعني. يعني انت حضرتك انت مسكت ايده في الحلم يوم خميس وقلت له انت المفروض تقعد معانا النهارده، قام هو سايب ايدك وقام قايم واقف؟ لا خلاص ما مشاش، بس قاعد يعني. طيب في ده الحلم حضرتك اللي عايزه تسال عليه؟ وفي حلم ثاني معلش. اتفضل. يعني اتفضل يا فندم اتفضل. معلش انا مش لاقي لي حد يفسر الحلم الزمان، والله عمل اول الحلم الثاني ان انا معلش كنت قال حامل في 9 شهور. وانا وولد حسيت في ولد، قلت ولد بس ابويا بتوفي، فراح مسكه شويه وبعد كان مات ايد ابويا يعني. الولد اللي مات في والدي متوفي انا. ولما ولدت الولد راح مسكه مني، قال لي فقلت له مش توفى، قال لي لا توفى. توفى في ايد والدك في الحلم. ايوه بس هو انا شايف هي يعني شايفين حي، قال لا ده توفى خلاص، ما توفى ولدك. انت حامل في الحقيقه حبيبتي؟ ايه؟ انت في الحقيقه حامل؟ لا مش حامل، بس ما يعني وياك. تمام يا فندم تمام. الدكتوره هترد على حضرتك. شكرا. اتفضل يا دكتوره. الحمل في المنام هي حامله هم كبير يعني. تمام. يعني هفسر لك الرؤيتين على بعض، تابعيني. اولا هي حامله هم كبير. اوكي؟ مسؤوليه عليها كبيره قوي. وبتتمنى زوال المسؤوليه دي او ان حد يحملها عنها، بتحاول ده مع زوجها كتير انه يعني عايزاه يصبرها بقى،
يقول لها يشد ازرها او يقعد معاها بالظبط، تبقى جنبها في المسؤوليه دي، بس هو مش جنبها، هي حاسه ان هو في دنيا تانية. بالنسبه للزواج لا ما تخافيش، هو مش هيتزوج عليكي ولا حاجه، هو كمان المسؤوليه لهي اكتر من انه يتزوج، يعني احمدي ربنا بقى. والله اعلى واعلم، ما تخافيش يعني، قول لها كلام حلو، يعني الست عايزه تسمع كلام حلو، قول لها كلام حلو حقها. تمام، بس ما فيش الرجاله ما عادوش فاضيين يقولوا الكلام ده من لهي الحياه دكتوره ومشاكل الحياه. والله بس الكلام الحلو ده بيكون يعني ليك وليها انت برضو، لما بتقول كلام حلو ما انت بتشوف منها نظره حلوه وبتشوف منها كلمه حلوه، فده بيخليك تكمل يومك احسن. الحمد لله. وبعدين يعني الستات زي ما بيشوفوا يا جماعه، يعني نشوف حلو ندي حلو كده الحياه بتتغير. سلمنا نضيف، اسلمك نضيف. تمام، ناخد المداخله يا جماعه معانا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي دكتوره. في حلمي رؤيا لخالتي شافتها انها واحد اتجوزها. ايوه. والواحد ده عايز يلبسها خاتم وهي ما رضيتش بالخاتم. ما رضيتش ايه؟ بالعافيه كده. اوكي. تمام. هي انسه؟ لا، متجوزه ومعاها ثلاث اولاد. واللي اتجوزها ده شاب هي ما تعرفهوش؟ اه، وعايز يلبسها خاتم وهي ما رضيتش بيه. تمام يا فندم، ماشي، شكرا. الدكتوره ترد على حضرتك. في حاجه فعلا هتتعرض عليها بس هي مش هتكون قبلها. تمام، الحاجه دي فيها خير بس هي مش هتكون قبلها، يعني فيها خير بس مش هتقبلها على حسب تفسير الحلم. طيب يا دكتوره، انا لما انام مثلا واشوف الحلم كاكتر من مره، هل تفسيره نفس التفسير اللي لو شفته مره واحده بس؟ يعني لا. انا خليني في بعض لا لا لا، لما بتشوف المنام اكتر من مره ده معناه ان في رساله في المنام لسه انت ما وصلتش لمغزاها، لسه ما عملتهاش، في حاجه مطلوبه منك تعملها ما عملتهاش، في حاجه المفروض ان انت تفهمها وما فهمتهاش. ده بيجي في الغالب لحد مثلا حلم شاف المنام ده بس ما فسرهوش. تمام، يعني ما ادهوش اهتمام. في الغالب الرؤيه لما بتبقى فاكر تفاصيلها دي بتكون فيها رساله، انما المنام اللي بتقوم مش فاكر كده تفاصيله ده ما بيبقاش فيه رساله خالص. تمام، ناخد مداخله. صباح الخير يا فندم. صباح النور، ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي يا فندم. الدكتوره مع حضرتك. ماشي يا دكتوره، لو سمحت انا حلمت حلم. اتفضلي. حلمت ان حد ما يقول لي تعالى روح عند الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني انا روحت كده بس ما شفتش حاجه، يعني كان ما شفتش اي حاجه، يعني انتبهت اللي ما يقول لي تعالى روح عند الرسول ده هويتي. تمام، وعادي كده هويتي. قالت بس ما رحتيش يعني الكعبة؟ لا، ما شفتش الكعبة. وما سافرتيش السعودية؟ لا، ما روحتش ولا ما رحتش يعني أي حتة، بس حد ما يقول لي تعالي روح عند الرسول. أوكي، ماشي يا فندم، شكرا. الدكتورة هترد على حضرتك. اتفضلي يا دكتور. هي طبعا عليها دين أو نذر، بس لسه لم يوفى، يعني ما سددتهوش. يعني لو دين هي لسه ما سددتهوش، ولو نذر فهي لسه ما وفتش بيه. تمام، والله اعلى واعلى. طب في مشكله بتقابل ناس كتير ان الشخص يصحى مفزوع شايف حلم وحش بس من شخص معين بس مش فاكر التفاصيل، فبيبدا يشك في الشخص ده. خلينا متفقين ان لو انت نايمه وبتفكري اصلا في الشخص ده وبتفكري في اللي بيعمله معاكي، فانت اوريدي هتشوفيه في المنام، لان انت كده بتبقي يعني صنعتي نوع كده من انواع التواصل اللي هي زي التخاطر. تمام، فانت بتحلمي بالشخص اللي انت بتفكري فيه مثلا وانت نايمه، يعني بيكون مترتب على تفكيرك برضه. تمام، لكن لو ده ما حصلش، يعني لو انت اصلا مش نايمه مش بتفكري فيه، الموضوع مش شغلك، فبيكون لا، في رساله ان الشخص ده فيه حاجه خير او شر بقى على حسب المنام. تمام، بس لازم تكوني انت مؤهله لكده، اللي هو يعني تفكري بقى الشخص ده ايه علاقته بيكي، إيه انت ماشيه معاه في اي طريق، وتبتدي تفكري في الطريق اللي انت ماشيه فيه ده اذا كان صح خير او شر، وتبتدي تاخدي قرار على كده. معانا مداخله. صباح الخير. لا، صباح الخير. لو سمحت عندي حلمين. اتفضل يا فندم. الحلم الاول اكني ماشي في شارع، والشارع ده زي اكني شقق، واكني شقق في الدور، دور ارض يعني. ماشي في الشارع والشقق بدل الدكاكين يعني. تمام. وأكنها أبوابها بيضة، وسمعت صوت مية من إحدى الشقق يعني كده، لأن الأبواب مقفولة، الأبواب مغلقة، وسمعت زي صوت مية من إحدى الشقق. صوت إيه؟ مية. مية إيه؟ صوت مية، مية. مية من إحدى الشقق. في الحمام يعني، زي صوت مية. تمام. وكنت ماشي أنا وشخص اسمه أحمد عيد، يعني شخص معرفة يعني، اسمه أحمد عيد. بعد كده طلعنا بيت،
طلعنا سلالم وبعد كده نزل يوصلني زي كأنه نزل يوصلني، هو دخلنا شقة برضه لما طلعنا البيت، وبعد كده زي كأنه نزل وصلني إيه لحد الشارع تاني. ده الحلم الأولاني. تمام. متزوج؟ لا مش متزوج، بس في موضوع شاغلني في دماغي. تمام. مش عارف أقبل عليه ولا لأ. طيب تمام، قلنا الحلم التاني. في موضوع شاغلني مش عارف أقبل عليه أم لا. أوكي. تمام. كمل. في واحد تاني لو. ماشي اتفضل اتفضل كمل. أكني في واحد معرفة يعني اسمه خميس. اسمه إيه؟ خميس. خميس. فواقف معاه فأكني وأي كأن يعني حد أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أكن الرسول موجود في مكان أنا ما شفتهوش، بس أكنه داخل مكان. تمام. والتاني وأكنه كلنا سمكة أنا وهو، وإداني منديل كده بنضف إيديا. وأكن معايا حصان، حصان بني. أنا بحاول أركبه عشان ألحق اللي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عشان يلحق إيه؟ عشان يلحق يوصل للرسول. في الحلم. كان حصان بني. كنت تمام. بحاول أقفز عليه يعني كنت عشان ألحق بالرسول. اللي أصاب الرسول. عليه الصلاة والسلام. تمام. بس ما ركبتوش صراحة يعني، حاولت أركبه بس ما قمت من غير ما لم. ما ركبتوش يعني الحصان. لا ما ركبتوش. ماشي يا فندم، شكرا دكتور. هترد على حضرتك. حضرتك هو الموضوع اللي انت عايزه اللي انت داخل عليه اصلا هو صعب بالنسبه لك، هيبقى فيه مشقه، مشقه الوصول يعني او عناء تعب الوصول، مش في الموضوع نفسه. الموضوع نفسه فيه خير ليك وفي رزق كتير ما شاء الله، بس هو هيبقى متعب في الاول قوي. ان انت بقى تقدر تتحمل ده وتسابر على ده خلاص اوكي، لكن انت لو نفسك قصير فانت مش هتلحق او مش هتقدر ان انت تكمل. تمام. في حاجه تحمل عليها ربنا قوي، وفي حد هياخد بايدك، في حد هيساعدك وهيقف معاك ان انت تكمل المشوار ده، والله اعلى واعلم. الاسامي ليها دلالات في المنام برضو طبعا. يعني مثلا لو انت مسافر في المنام وقلت انا مسافر السعوديه وجالك اسم السعوديه او انت ذكرت السعوديه، فيبقى في سعد في حياتك، في سعاده وفي هنا، في اسماء البلاد واسماء الاشخاص. طبعا طبعا. لو مثلا انت بتحلم بحاجه وشفت معاك حد اسمه احمد، ففي حاجه هتحمد عليها ربنا. طب حتى كل حاجه لها دلاله، كل حاجه ليها دلاله. والالوان، والالوان كمان طبعا، الالوان مثلا في الثياب او في الشوز. ده علم واسع دكتوره. أي حاجة. كتير علم كتير واسع. طبعا ما شاء الله. معانا مدخله ناخدها. صباح الخير يا فندم. صباح ايوه صباح الخير. اتفضل 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 دكتوره مع حضرتك. عندي كده انا حلمت انه عمتي ولدت في بيت جدي. ولدت في بيت جدك؟ اه عمتها ايه؟ ولدت في بيت جدك. وهي شايله بنت عمتي دي، شايله بنت. مالها؟ شايله بنت عمتي دي. شايله بنت عمتي اه. شايله بنتها يعني؟ اه. اوكي. بس مش بنتها هي. امال بنت اختها؟ لا بنت اختها. وراحت قالت لي لو قلت لحد اني عملت كده انا هضربك. وصلت الرؤية. تمام كملي كملي. رحت عايزه انا اقول لحد بس ما ادياش. ورحت بعدين قلت لها طب هاتي البنت ابوسها. رحت بستها كده فيها اطراف في وشها. ايوه. اشتغلت امسح في بقي كده. وبس. وفي حالة مش تقدر تصور. ماشي يا فندم، شكرا دكتورة. ترضى على حضرتك. اتفضل يا دكتور. ربنا يهديها بقى، ربنا يهديها. انها تولع في البيت ده يا تعمل مشكله كبيره جدا جدا في بيت الجد، بين الاخوات بقى يعني، بين اهل البيت ده هيبقى فيه مشكله كبيره، وهي هتزود المشكله قوي، وفي نفس الوقت هتبقى بتحمي حد معين. تمام. بس يعني زي ايه، حد عامل المشكله فهي هتحميه وتدخل حد بداله. يعني هي بتشيل هي مثلا المشكله عن حد تاني؟ لا مش هي اللي بتشيل، او هي بتشيل المشكله لحد تاني. بتظلم حد. يعني بتظلم حد. يعني حد عامل مشكله وهي بتشيلها لحد تاني، بتشيلها لحد تاني عشان تحمي حد عزيز عليها. بس هتبقى فعلا زي حريقه فعلا في البيت، وربنا يهدي الحال عندهم يعني. والله اعلى واعلم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. ماشي. الله يثبتك. انا راجلي حلم ان الارض بتاعتنا ملانا موز. ماشي. وبنجم الموز وياكل واللي فيه موز مسكر وحلو. تمام تمام. كم يوم الرؤيه دي؟ عندك بنات في سن زواج؟
لا انا بناتي كلهم متجوزه معايا، ست بنات متجوزينهم خالصين الحمد لله. بسم الله ماشي يا فندم. ماشي شكرا دكتوره. ترد على حضرتك. اتفضل يا دكتور. في خير داخل على بناتها من ناحيه والدهم يعني. ربنا يرزقهم الخير ده باذن الله. الله اعلم. يعني ده تفسير الارض كلها موز اه الارض الارض خير. تمام. يعني احنا من قديم الازل عارفين ان الارض يعني خير. طبعا. المنامات او علم تفسير الاحلام قائم على الساعه اللي انت بتفسر فيها. يعني مثلا زمان ما كانش فيه عربيات، ما كانش فيه طيارات، تمام، كانت وسائل النقل معروفه اللي هي الجمل والحصان والحاجات دي. طبعا فهم مش مفسرين يعني ايه عربيه او يعني ايه طياره. تمام. فهنا بتيجي فايده المفسر بقى. احنا عارفين ان الارض خير. بالظبط. احنا عارفين ان الارض خير. زمان مثلا ما كانش، مش كل البذور اللي بتتزرع دلوقتي كانت بتتزرع زمان. طبعا. فبيبقى هنا بقى رؤيه المعبر يعني. تمام. صباح الخير يا فندم. الو. صباح الخير يا فندم. اتفضل الدكتور مع حضرتك. لو سمحت انا حلمت ان انا كاني بشتري يعني جهاز كده او حاجه او هدوم من سوق ليا. تشتري ايه؟ وبعدين كاني بشتري يعني هدوم بتاعتي يعني. جهاز يعني؟ يعني كاني جهاز او هدوم يعني جهاز. اوكي. وبعدين يعني كان معايا مرات عمي وعمي وامي وابويا وقال لي احنا لازم نجيب الذهب. بعدين جيت اجيب الذهب جابوا لي اربع خواتم فضه، واحد منهم فراشه وفيه فصوص كتير. انت مخطوبه؟ لا. ابشري بقى. طيب حلمت. طب تفسيره ايه ده لو سمحت؟ حاضر هقول لك. تابعيني. شكرا. اتفضل. هي جاي لها عريس ان شاء الله، وهيكون عريس حلو فيه من الصفات الحلوه اللي هي تحبها، يعني هتبقى فرحانه بيه جدا، واهلها كمان هيبقوا فرحانين بيه وهيبقوا عايزين يسرعوا الموضوع. والله اعلى واعلم. الفضه في المنام احلى من الذهب. يعني الفضه في المنام احسن. الفضه حلوه جدا. انا معني في الحقيقه الذهب احسن من ده. لا ده في الحقيقه بقى. طمعين طمعين. ليه بس كده؟ تفسير حلم خيانة الزوجين بتفرق لما الزوج يشوف الحلم عن زوجته لما تشوفه، وايه تفسير الاثنين؟ لا هو مش بتفرق الزوج او الزوجة، لان احنا الاثنين بشر. فلو هو حلم او هي حلمت بالخيانة مش بتفرق، لكن بتفرق في احداث المنام نفسه. يعني مثلا ممكن الزوج يبقى بيحلم حلم وشاف وحاسس ان زوجته خانته، ويطلع في التفسير ان هو اللي خاين. سبحان الله. دي حصلت معايا يعني. واحد بيحكي لي منام وكنت على قناه من القنوات، فبيحكي لي منام وبعدين في اخر المنام بيقول لي انا حاسس ان زوجتي على علاقه. فالمنام لا هو اللي على علاقه. يعني حتى تفسير الموضوع بيختلف. بالظبط. طبعا اذا كان الزوج او الزوجه بيختلف. ممكن يكون الزوج وممكن يكون هو اللي خاين اصلا. او العكس. اكيد. صباح الخير يا فندم. تمام. طيب انا ساعات بنحلم ان في شخص بيسرقني، او مثلا بياخد حاجه من ممتلكات غصب عني او كلام من ده، هو فعلا ممكن يكون بيسرقني الشخص ده ولا مجرد حلم؟ لا ما تبقاش. اصل السرقه في المنام مش معناها ان سرقه حاجه عينيه، يعني ما خدش منك فلوس او مش هياخد منك فلوس مثلا، بس ممكن يسرق منك حاجه تانية. يسرق منك فرحه، يسرق منك حاجه حلوه انت مثلا كنت مقبل عليها او ناوي تعملها. تمام. حاجه بتفكر فيها فيعملها قبلك، فانت تحس ان خلاص فرحتها اتسرقت. يعني بتسرق حاجه ماديه. لا بالظبط. تمام. بس بيجي ان انت بتشوف الشخص كده بيبقى فيه ضغائن في الحقيقه فعلا يعني مثلا ده الشخص اللي بيقرصك في المنام او بيعضك، فده بيبقى فعلا شخص في الحقيقه فيه ضغينه جواه، بيبقى شخص مش حبك، شخص عايز لك الشر. من الشر. تمام. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم دكتور؟ عندي حلم عايزه. اتفضلي. طيب ماشي. ازي حضرتك دكتور؟ اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي. انا عندي حلم عايزه اقول لحضرتك. انا كنت حلمانه بان معايا ثلاث بالونات اصفر واحمر وازرق، وكانوا طايرين في الجو، ففجاه فرقعوا يعني وهيقعوا في الارض، فبنتي بتجري عشان تاخدهم. انا مسكت بنتي عشان ما تقعش، لقيت انها في مكان عالي ومش مبني مظبوط، بس مش مبني، فمسكت بنتي عشان ما تقعش، بس البالونات وقعت وانا ما قلتش على البالونات، انا حمدت ربنا ان بنتي ما وقعتش. وفي استفسار تاني لو سمحت. اتفضلي. دايما في معظم احلامي ببقى تعبانه،
ببقى تعبانة، والدة وقايمة من ولادة تعبانة، أنا تعبانة وخلاص. معظم الأحلام بتتكرر، يعني موضوع التعب ده متكرر دايما في أحلام. حاضر، تمام يا فندم، تمام، شكرا، تابعينا حبيبتي، اتفضل، ربنا يعينك يا حبيبتي. يا رب. هي انها بتقوم تعبانه دي ودايما، او مثلا بتحلم ان هي ولدت وتعبانه، بتبقى هي حامله هم كتير قوي ومش عارفه ترتاح، مش عارفه ترتاح من المسؤوليه، طول الوقت عندها مسؤوليه، طول الوقت عندها هموم الحياه عندها زياده كتير، بتفكر كتير. ربنا يعينها يا رب. لا هي مش بتفكر، هي حتى يا قلبي ما عندهاش وقت للتفكير من كتر ما هي مهموم ومشاكل بتخرج من حاجه تدخل في حاجه تانية. بالنسبة للبالونات دي، فأنت في ثلاث مشاكل قابلتك في حياتك، المشاكل عملت بوم، يعني عملت حاجة قوية جدا في حياتك، فكنت خايفة أنه ده يأثر على بنتك أو يجي عليها بالسلب، بس الحمد لله قدرت تحميها. يعني ربنا يعينك يا حبيبتي يا رب، والله أعلى وأعلم. هي بتاخد الوجع عن كل عيلتها، تحمله هي بقى، تاخد هي الوجع وعشان هم يرتاحوا. طيب. يا رب يكونوا مقدرين. يا رب. احنا عايزين نعرف بس حضرتك الفرق بقى، من الواحد يقول لك ايه لو نمت على جنبك اليمين تحلم مش عارف ايه، ولو نمت على الجنب الشمال تحلم ده الوضع وده الوضع، يعني في واحد يقول لك لا لو نمت على جنبك اليمين يبقى خير، لو نمت على جنبك الشمال شر. هو انت وانت نايم ما بتبقاش حاسس انت نايم، النايم نصف ميت، صح؟ طبعا. فالاحلام دي انت ما بيبقاش ليك دخل فيها اصلا، يعني انك تنام على جنبك اليمين او لا، انت علاقة. اول ما بتنام بتنام على جنبك اليمين، بعد كده انت اتقلبت ازاي وحلمت وانت فين، فما بتبقاش بتحكم فيها. يعني في ناس تربطها كده يقول لك انت نايم على جنبك اليمين، كنت نايم على اليمين ولا على الشمال؟ يعني تيجي تفسر الحلم انت كنت نايم يمين ولا شمال. سيجمنت فرويد كان بتناول موضوع الاحلام، لان طبعا كل كتاباته كانت عن الموضوع ده، تناول الموضوع ده، قال لك احنا اللي بنخلق احلامنا بايدينا، يعني احنا الحاجه اللي ما بنعرفش نعملها في الحقيقه فبنخلقها في المنام. طبعا. مثلا مكان مش عارفين نروحه، حد مش عارفين نقرب منه، فلا احنا بنخلق حياتنا في المنام. فالحلم ده من نسج خيالي انا، جه حد من تلامذته إيريك فروم، وده ما كانش مسلم ولا سيجمنت فرويد طبعا كان مسلم، قال لا الاحلام رسائل الهيه، مع ان سيجمنت فرويد كان يعني مستبعد الموضوع ده تماما، قال لا ما فيهاش رسائل الهيه، احنا ما بيجيلناش رسائل من العالم الثاني. لكن تلميذه طلع وكتب نظريه تانية وبحث وطلع لنا بالنظريه دي، وقال لا هي بتبقى رسائل الهيه ما بيبقاش لينا دخل فيها، وهي فعلا ما لناش دخل فيها. يا فندم النهارده فعلا بجد حلقه شيقه جدا، وموضوع الاحلام ده موضوع كبير، علم كبير جدا. نتمنى ان حضرتك تشرفينا في حلقات اكتر ونتكلم عن الموضوع بشكل اكبر كمان ان شاء الله. ونعتذر لكل الساده المشاهدين اللي ما عرفناش ناخد مداخلاتهم نظرا لوقت الحلقه، وبنشكرك جدا على حضورك معانا دكتور. طبعا انا بعتذر عن التاخير، انا اللي اتاخرت على الحلقه ودي حاجه، بنشكر حضرتك جدا عليها. وبنشكرك جدا على الاستفاده اللي استفدناها من حضرتك، وبشكرك يا منى. تمام، شكرا على الحلقه الجميله دي، شكرا للساده المشاهدين اللي تابعونا. بشكر كل الساده المشاهدين، وبقول لكم استنونا الحلقه الجايه في حلقه جديده من برنامج ابن حياتك الاسبوع القادم. دمتم امنين.